يمكن احنا في مصر زعلنا لخساره المباراه وخساره اللقب، لكن فرحانين جدا بالاداء وبالروح وبالمستوى اللي قدمه المنتخب الوطني على مدار البطوله كلها، خصوصا انه صاحب المشوار الاصعب وقابل منتخبات كبيره وقدر يتخطاها. لو بتكلم كارلوس كيروش مدير الفني للمنتخب الوطني، واحنا في مصر هنا بنستعد لمواجهتين في منتهى الاهميه، زي ما ايطاليا بتنافس البرتغال على تذكره التاهل لكاس العالم، مصر بتنافس السنغال برضو المنافس اللي قابلناه في نهائي بطوله افريقيا على تذكره التاهل لكاس العالم. ايه النصيحه اللي توجهها لكارلوس كيروش قبل المواجهتين دول؟ انا لا استطيع ان اعطي نصائح لمدرب رائع ومدرب كبير مثل كارلوس كيروش، لديه تاريخ عظيم، لكن اريد تهنئه كارلوس كيروش بالعمل العظيم الذي قدمه في بطوله الامم الافريقيه. لكن دعني اوضح شيء هام من وجهه نظري، منتخب مصر بالامس كان مرهق بدنيا، وضح الأمس كمية الإرهاق البدني التي ظهرت على وجوه اللاعبين وعلى اللياقة البدنية لمنتخب مصر. منتخب مصر تم ظلمه، لأن منتخب لأول مرة يلعب أربعة وقت إضافي في بطولة قارية على مستوى العالم، وهذا ريكورد، لكن قاموا بإقصاء منتخبات عظيمة وكانوا يستحقون أن يفوزون بالبطولة. لكن هذه أحكام كرة القدم، تهانية لمصر، ولكن أكرر لا أريد أن أعطي نصائح لكارلوس كيروش لأنه قام بعمل عظيم. أتمنى فقط التوفيق لكيروش والتأهل لكأس